أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعينا متابعي طقس العرب في السعودية، نرحب بكم في هذه النشرة الجوية الرئيسية من طقس العرب. نهار اليوم سادت أجواء غير مستقرة في العديد من مناطق المملكة، تحديدا المنطقة الشمالية حيث هطلت زخات رعدي من الأمطار، وأيضا السواحل الوسطى من البحر الأحمر. خلال الساعة القادمة يتوقع أن تشتد أو تتسع رقعة تأثير حالة عدم الاستقرار الجوي في وسط البحر الأحمر، وبالتالي تعود فرص الأمطار على مدينة جدة خلال الساعة القادمة، وارتفاع ملموس على الحرارة على العاصمة الرياض خلال الأيام القادمة. صور الأقمار الاصطناعية الملتقطة خلال ساعات صباح اليوم توضح انتشار لكمية كبيرة من الغيوم العالية والمتوسطة فوق المنطقة الشمالية، هي ناتجة عن عبور لجبهة هوائية باردة فوق شمال المملكة ناتجة عن تمركز منخفض جوي فوق شرق البحر الأبيض المتوسط. هذه الجبهة الهوائية الباردة عملت على حدوث حالة من عدم الاستقرار الجوي، وهطلت زخات رعدية من الأمطار فوق منطقة الطريف وعموم منطقة الجوف، خاصة القسم الشمالي من منطقة الجوف. بالمقابل أيضا شهدت المنطقة الوسطى من البحر الأحمر تشكلا لبعض الغيوم المتوسطة والركامية، وهطلت زخات رعدية من الأمطار. يتوقع خلال الساعات القادمة أن تتسع رقعة تأثير هذه الحالة من عدم الاستقرار الجوي فوق المنطقة الوسطى من البحر الأحمر. تفاصيل أكثر نستعرضها في هذه الخرائط لتوزيع الأمطار المتوقعة خلال يوم الخميس وأيضا خلال عطلة نهاية الأسبوع. يوم الخميس حالة من عدم استقرار جوي شهدت المنطقة الشمالية والسواحل الوسطى من البحر الأحمر. خلال الساعات القادمة خلال ساعات ليل الخميس على الجمعة تتراجع شدة حالة عدم استقرار جوي فوق المنطقة الشمالية، لكن تتسع وتشتد فوق المنطقة الغربية وأجزاء من حائل ووصولا حتى مكة المكرمة ومدينة جدة خلال ساعات الصباح الباكر من يوم الجمعة. تستمر فرص هطول زخات الأمطار خلال نهار يوم الجمعة، تتراجع تدريجيا خلال ساعات مساء الجمعة، وتضعف بشكل إضافي خلال ليل الجمعة على السبت وخلال يوم السبت. استعرض الآن وإياكم هذه الخريطة لتوزيع الكتل الهوائية في طبقات الجو المتوسطة. يوم الخميس تندفع كتلة هوائية دافئة نحو عموم المنطقة الغربية والوسطى والشرقية من المملكة، ترتفع درجات الحرارة في عموم هذه المناطق مما فيها العاصمة الرياض. بالمقابل تندفع كتلة هوائية مختلفة الخصائص هذه المرة في المنطقة الشمالية، كتلة هوائية باردة مرافقة لمنخفض جوي، تنخفض درجات الحرارة هنا فوق المنطقة الشمالية، تكون أقل من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام خلال عطلة نهاية الأسبوع، وبالتالي تكون الأجواء شتوية في مثل هذا الوقت من العام فوق المنطقة الشمالية كما ذكرنا، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية وحائل. أيضا تنخفض درجات الحرارة قليلا يوم السبت في العاصمة الرياض مع اقتراب هذه الكتلة الهوائية الباردة، لكن تبقى أعلى من معدلاتها مثل هذا الوقت من العام في المنطقة الوسطى والشرقية والجنوبية الغربية. نذهب الآن للعاصمة الرياض والتوقعات الجوية لهذه الليلة، حيث تسود أجواء مستقرة غيوم متفرقة 10 درجات مئوية، الملموسة 8، الرطوبة منخفضة والرياح تكون شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة. نبقى في العاصمة الرياض والتوقعات الجوية لثلاث أيام القادمة. يوم الجمعة ارتفاع على درجات الحرارة 25 درجة مئوية مع طقس غائم جزئي 12 درجة مئوية كحرارة دنيا، تنخفض قليلا يوم السبت 23 درجة مئوية من الصورة 13، وتعود للارتفاع مجددا يوم الأحد 26 درجة مئوية كحرارة عظمى، أما الصورة 12 درجة مئوية مع طقس صافي. بهذا ننهي نشرتنا، للقاء.